برنامج الثمرة يزور مزارع المانجو بالإسماعيلية ويلتقي الاستشاري عادل عيسى. صنف الكيت دوت من أفضل الأصناف اللي أنا بحبها ومن أشهر الأصناف عالميا. إسماعيلية وطريق الإسكندرية هو موضوع الأصناف الأجنبية زي صنف الكيت، ودوت من الأصناف المحترمة جدا. كل المزارع هنا مكودة طبعا من قبل وزارة الزراعة. أصناف مانجو محلية وأجنبية تتحمل التغيرات المناخية. أشهرهم طبعا الكيت والكنت والنعومي والتومي والأرتو والمايا. التغيرات المناخية للسنة اللي فاتت اللي قبلها أثرت على المحصول هنا. كيف يتعامل مزارع المانجو مع المحصول لتصدير منتج ذو جودة عالية؟ عندنا مزارع بتباع سعر المنتج بتاعها بأغلى 2 و3 و4 جنيه بسبب الكفاءة اللي موجودة جوه اللي موجودة في الثمرة. عندك طبعا صنف النعوم بقى 700 جرام 800 جرام بيوصل كيلو برضه. أفضل وأشهر أصناف المانجو الأجنبية عالية الإنتاج والمذاق السكري. عندنا عويس طبعا من أحسن أنواع المانجا، طبعا صنف المانجا العويس. أي حد عاوز ياكل مانجا مش هينفع ياكل غير من صنف الإيه؟ من صنف المانجا الإيه؟ الكيد ده. برنامج الثمرة يأتيكم في الأوقات التالية.